بحضور رئيس جامعة النهرين الأستاذ الدكتور علي عبد العزيز الشاوي ومساعدي رئيس الجامعة للشؤون العلمية والشؤون الإدارية وعمداء الكليات والكادر التدريسي لكلية العلوم، افتتحت كلية العلوم جامعة النهرين 3 أقسام علمية في الكلية. تم بحمد الله اليوم الاطلاع على تم اطلاع وافتتاح أقسام جديدة في كلية العلوم، وكانت الأمور هي ضمن التحضيرات للعام الدراسي القادم. وإني أبارك لكلية العلوم والسيدة العميدة كلية العلوم هذا الإنجاز الكبير، وإن شاء الله تكون بداية عام جديد طلبتنا الأعزاء. وهذه المختبرات هي مختبرات نوعية في تخصصات أيضا أقسام نوعية، نأمل إن شاء الله أن نحقق طلبات الجودة ولمزيد من الأعطاء لكلية العلوم إن شاء الله. تم اليوم افتتاح 3 أقسام علمية في كلية العلوم جامعة النهرين. الأقسام هي قسم العلوم العدلية وقسم التحليلات المرضية بالإضافة إلى قسم الفيزياء الطبية. الحقيقة الافتتاح كان بعد حصول الموافقات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الافتتاح، وأنطت الموافقات الأصولية من قسم الدراسات والتخطيط قسم الدراسات في الوزارة بالمباشرة بإجراءات الافتتاح إن شاء الله. ندعو بهذا الحفل اليوم، ندعو طلبتنا الراغبين بالتقديم على الأقسام اللي هي تعتبر أقسام جاذبة ولها مستقبل إن شاء الله واعد في التقديم على جامعة النهرين، جامعة اللي تمتاز بالرصانة العلمية. تم افتتاح قسم الأدلة الجنائية وقسم الفيزياء الطبية وقسم التحليلات المرضية، حيث تم إدراج هذه الأقسام في دليل الجامعة للعام الحالي لاستقبال الطلبة المقبولين في كلية العلوم للعام 2023. الحمد لله رب العالمين، وبمساعدة كبيرة وإشراف كبير من سيد رئيس الجامعة وسيد المساعدين، الحمد لله انبثقت الأقسام الثلاثة نشأتها وظهورها ضمن تشكيل كلية العلوم في جامعة النهرين. الأقسام الثلاثة هي من الأقسام الجاذبة، تدعى بالأتراكتيف ديبارتمنتس، اللي هي الفيزياء الطبية واللي هي تواكب سوق العمل، وكذلك الأدلة الجنائية والتحليلات المرضية. أنا أشكر كل الجهود اللي الحثيثة اللي بذلت سواء كانت من الوزارة أو من رئاسة الجامعة أو من المساعدين. قدمت عميدة الكلية شرحا وافيا عن مراحل إعادة تأهيل الأقسام المستحدثة وفق إمكانيات الكلية الذاتية، وذلك من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة.